محمد ابراهيم يا ولد، مساحة روعة روعة روعة، تاني 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 تاني. السالك كلمة سر الزمالك، مصطفى فتحي يعود 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 يعود، جرب مرة ما جاتش، جرب التانية ما جاتش، لكن التالتة تبدأ. ثيرد تايم لاكي، مصطفى فتحي يعملها، مصطفى يستلم في اليمين يقطم لجوه ويدخل. المرة دي لا قائم أيسر ولا قائم أيمن يقف قدام القذيفة دي. جابر، ميدو جابر يتقدم وماشي، ميدو جابر ماشي، ميدو جابر وبيلعبها بواجه القدم كده، وخطر وعدت لعمرو بركات، وعدت لعمرو بيلم عمرو، خطر ولد عالمي 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 عالمي. الهدف الثاني لنادي مصر المقصه، وادي الفرحه بقى يا جماعه، ادي الفرحه، فرحه كبيره جدا طبعا، تغلبوا على كل الظروف وسبحان مغير الاحوال من حال الى حال. شوفوا مصر المقصه، من تابع معنا الشوط الاول، تغطيه فقط كده، التحليق العرضيه محمد عادل جمعه، وكانه طارق يحيى، سبحان الله، يا سلام يا كهربا، يا كهربا يا كهربا، الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. عبد المنصف سبحان الله، وكانه يشعر ان هناك قلق، وكانه يشعر ان هناك خطوره، وكانه يشعر ان هناك مصيبه، حاسس بمصيبه جيالي. يا لطيف يا لطيف، مصيبه ما كانتش على بالي، انه كهربا المخيف، الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. لكن شفنا طارق يحيى الجديد لنادي الزمالك، الناحية الثانية لصالح جمعة، صالح جمعة من بره ال 18، الخطورة موجودة، صالح مشيت مع صالح، يا ولد يا ولد يا ولد، جول جول جول، هتفرق معاهم والفوز يرجعهم على الطريق الصحيح. ادي صالح جمعة مشيت معاه ايه، 2 3 5 لعيبة زي السكينة في الجاتوه، وكمل بيها للجون الثالث، يبقى 3-0 مليك ايفونا جونين. 170 دقيقة ولا يسجل ولا هدف، عبء على اي مدرب. السلام على عفروتو، السلام على عفروتو، عفروتو وانطلقته واخترقته، مرور عدي، هيفوت هيباصي لها، هيشوط، وتوت توت توت، عفروتو يخلي جمهور الدراويش مبسوط. الله 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 الله، مش قلتلكم مصر ستعيش عصر الدراويش. يعاني من هذه الأخطاء، تصل الكرة الآن وانطلاق صالح جمعة، يمر جمعة، جمعة هنا، جول جول جول، يا الله، ويعود الأهلي من جديد في أقل من دقيقة، يعود، يا سلام، هدف مارادوني، هدف ميسي، هدف بكل الطرق والجمال عن طريق الجميل، هنا صالح جمعة. الكرة راحت في الشمال، هجمة سريعة لفريق الزمالك داخل منطقة الجزاء، استلام ملعوبة، هوب 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 هوب، اوه مش ممكن، هدف اول لمصلحة فريق الزمالك، اه يا عمر مش ممكن، عملها عمر، ويأتي بأحلى خبر ويتقدم لفريق الزمالك. كرة ملعوبة حلوة، لوب، كرة حلوة بمجهود فردي رائع، الله على المهارة الفردية، تلك هي المهارة التي تصنع الفارق، يا سلام على الأداء الخارق، حطها لوب. وأحمد فتحي وعماد النحاس اللي اتكلمنا عليهم، اللعيبة اللي سجلت في فرقتها القديمة، عبد الله يعملها يا ولد، جول جول جول، عبد الله السعيد عالمي يا ولد، جول في منتهى الجمال، مركز وهو بيلعب، بقول لحضراتكم والكرة طالعة حطها ايه؟ صبح لو قعد 7 أيام تحت المرمى مش هيقدر يعمل لها حاجة، وبيعدل اللي ياه أو حاجة آخر جمال. بص شوف عبد الله السعيد يا ولد يا ولد، من هنا للصبح مش ممكن الجول الجميل ده. عبد الله السعيد اللي بيسجل النهاردة 5 أهدافه في 2015-2016، بص شوف بيعمل ايه، ومحمد صبحي يمكن برضو اللي واقف كده يلعب الكرة جهاد كنيدي يردها، ياخدها على طول أكرم، أكرم يعمل هات وخد، أكرم جوه المنطقة هيشوط، حطها بليسنج حلو قوي، جول جول يا ولد يا ولد يا ولد، هدف جميل جميل، إنما اللي عامله
اكرم عبد ربه من البدايه حطها حلو، ايمانويل حط هدف جميل والله ممكن يرفع من معنويات لعيبه الاتحاد السكندري. بص شوف اكرم خلصها لنفسه وحطها بريسنج حلو قوي. احمد فتحي عرضيه من عبد الله السعيد ومتعب متعب 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 الهداف الهداف عماد متعب بيجيب جول في الدقيقه السادسه. عماد متعب مش ممكن، عماد متعب بيجيب جول في الدقيقه 96 دايما بيجيب جول في الدقائق الاخيره. عماد متعب المنقذ بيجيب جول على الشمال على المقص، ايه رايحه في المقص الشمال لامير عبد الحميد. هدف كانت حلوه حلوه العرضيه من عبد الله السعيد، عملها حلوه حلوه قوي 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 عبد الله السعيد. وهنا بقى حست الهداف النجم الكبير عماد متعب بيفوز، يعني كده بيحرز هدف ممكن يكون هو ثلاث نقاط. يا ولد لف ودار ومشي اتخطفت، لكن ضغط من هناك يا يا ولد يا ولد يا ولد مؤمن زكريا، روعة روعة روعة. باركو خدها مباشرة يا ولد، ده مش لعبها كده اي حاجة، لا 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 باصص على احمد سعد متقدم ويحطها حلوة. مؤمن زكريا اللي بيعيش حالة من النضج تكافؤ حتى الان، لكن مين هيستغل الفرص؟ ادي شيكابالا بيسدد جول 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 جول، مش ممكن، هدف عالمي هدف عالمي في الدقيقة 75. بص شوف الرواية، بص شوف الخيال العلمي، بص شوف شيكابالا بيعمل ايه، بص شوف بيسدد فين وبيحط فين. يا ولد يا ولد يا ولد، جول ولا في الأحلام، جول ولا في الأحلام. وتنده يقول حاضر، وهو الحبيب الحاضر لجماهير الفارس محمود عزت، يعمل فنت حلو قوي ويعدي المنوفي، المنوفي على يمينه هناك منصوال باك اليمين، تحركاته سريعة جدا من اليمين ولعبها لخالد قمر رقية. يا ولد يا ولد، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، يا سلام يا قمر، والله هدف جميل 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 زي القمر، هدف بيحطه ايه ده بمعلمة بفن ركنها حلوة حلوة. مكان خطر جدا، مصطفى طلعت هيلعب جوه المنطقة، فعلا اتلعبت جوه المنطقة. جول استنلي يا خبر ابيض اهو، بص بص عمل الباكورد كده وظهره للجول، حلوة 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 هداف. يا ولد يمسك كورته على طول، ادي بقى هنا بينية من صالح جمعة يضع انفراد، لكن حط رجله مرة تانية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. هدف عالمي هدف عالمي، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. شوف اللعبة، شوف البينية، شوف طلع حارس المرمى، وادي هنا بقى عبد الله السعيد بيسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في بطولة الدوري. يا سلام يا سلام، حلو الكلام، وهو ده الكلام، هو ده الكلام، وهدف أول للنادي الأهلي. هدف ده بقى هيحللنا اللقاء جدا، هيحلل اللقاء جدا وهيحمل اللقاء جدا. وفي 2009 كانت مباراة منتخب مصر في كأس العالم ضد ترينداد، ادي على طول ايفونا وسط ثلاثة، ايفونا يعدي، ايفونا يمر، والقادم امر، القادم امر، لا 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 لا، انه تاريخ، انه تاريخ جديد يسطر وبأحرف من ذهب. بص شوف ايفونا بيعمل ايه، بيعدي ويفوت ويباصي ويشوط، لازم اقول لك توت توت توت، جمهور الاهلي كله مبسوط. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، يتقدم ايفونا بهدف تاريخي، هدف مارادوني، هدف مارادوني. الله عليك الله عليك، تسلم رجليك، واحد ضد ثلاثة، التهم المساحات، عدى ومر وفات، من هنا كانت الانطلاقة ثم بدأت الاختراقة. هيعدي هيفوت هيباصي، لا 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 لا، هيباصي، لا 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 لا، هيشوط هيشوط، وتوت توت توت، جمهور الأهلي ليه حق تماما إنه يكون مبسوط. أحمد توفيق وعلي جبر وإدواد ودار وكأنهم من بحيرين. ادي هشام شحاته، هشام شحاته يلعب العرضيه داخل منطقه الجزاء، شعراوي يستلم، شعراوي يا سلام
يا سلام، هدف جميل جميل جميل. محمد شعراوي في الدقيقة 33 يوقع على أول أهداف اللقاء، هدف ولا أجمل ولا أروع. محمد شعراوي لسه بقول لحضراتكم، هشام شحاتة لسه ما شفناهوش. وادي على طول عمر سعد، طويلة زي الركنية، حسام باولو فيها خطورة، الراجل لوحده تماما. جول 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 جول، هدف عالمي، هدف رائع 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 للمرة التالتة. اسلام محارب بيجيب جول ولا اروع من كده، مش ممكن على حلاوة الجول يا جماعة. ادي هنا الراجل رمي التماس ولا الركنية، والراجل لوحده تماما وحطها. ايه دي؟ رايحة جنب القائم، صعبة جدا جدا على شريف إكرامي، لمسها حسام باولو وحطها في الزاوية البعيدة. مسح كتير من ده، مسح اليوم كله الحقيقه، لانه الحقيقه هدف يعني نادر. يعني ده لما واحد يقعد يحكي بقى، انت عارف ابو لمعه لما يحكي يقول لك لانه مجمل المباراه نادي الاتحاد هتحس ان عنده هدف، ان هو فعلا نادي الاتحاد عايز يكسب، عايز يخرج من المباراه باهداف وفرصه اكتر ومروحه للجول اكتر واخطر. فالحقيقه يعني مبارياته حضرت فيها الأهداف. الله 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 الله، جول! السيد حمدي يسجل هدف ولا أحلى من هنا. البديل على شعبان إلى السيد حمدي، البديلين يعطيان النتيجة ويغيران النتيجة لفريق مصر المقصة لصالح، ويتقدم الآن. هنا حلوة 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 خان بابا أركو، فين الخطأ؟ لكن تركيز هنا من دفاع نادي طلائع الجيش. يكمل أحمد مجدي المشوار وعايز يلعب العرضية في منتهى الخطورة ولوحده، وجول جول! هو الأجمل، هو الأحلى، هدف جميل من صلاح أمين. نشوفها مرة ونشوفها التانية ونشوفها التالتة. أحمد مجدي وادي العرضية، وصلاح أمين من الوضع طائرا يتفرج عليها. محمد بسام ما قداموش غير أنه يقطع تذكرة ويتفرج عليها. عمر جابر، ادي الباص الامامي راحت لبره، ولكن على طول استلام جميل في اللعبه الاخيره. ادي كهربا والاستلام والمهاره السريعه اللي عنده، ادي سرعه الاداء، ادي ضربه بالراس لو عدت خطوه. لا 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 لا، الله 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 الله، حبه الكريز حبه الكريز. مصطفى فتحي يتقدم باول اهداف اللي الله 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 يا بابا، خلى الزمالك منصور يا بابا. الله 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 الله، اي روعة، اي ابداع، اي اقناع. مصطفى فتحي من صغره له في صناعة المتعة باع. نعم، يتقدم نادي الزمالك باول اهداف اللقاء. بصوا شوف كهربا وحلاوته، بصوا شوف محمد ابراهيم ومهارته، شوف باسم وتصليحته، شوف مصطفى فتحي. الله الله يا بابا، خلى الزمالك منصور يا بابا. الله 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 الله، حبة الكريز بقول لكم والله.